ديوان اف ام صوتكم. أول صغير في بنتي في الباك عايشة معها اللحظة لحظة بلحظة، تبيت تسهر أنا بيت بجنبها، تستحقش حاجة في الشتاء نقاها تقرأ، نحط لها الكوفيرت على كتفها ونبدأ نحاضي فيها ونقرأ عليها في القرآن، نسجعها نقول لها بون كوراج، نلمسيها نهزل المرة، ساعات نقاها ستريسية تولي تبكي تولي في حالة، أنا نقول لها لا بنتي لاباس، راه امتحان عادي، يلزمك تعمل عزيمة، أغزر لأمك اللي تسهر معاك، أغزر لأبوك اللي يخدم عليك، أنت وعايشين لحظة بلحظة مع صغارنا وراي حاجة ما تتوصفش، حاجة ما تتوصفش بالكل، بالحق إحساس غير عادي. قمت الصباح بكري حليت القرآن، حضرت لها فطور سبيسيال، قريت لها شوية قرآن اللي هو ذاك اللي باش يقويها، كلمة طيبة، قول ربي يوفقها وربي ينجحها وربي ينجح الصغيرات الكل وربي معاهم وربي إن شاء الله الفرحة في كل دار. إن شاء الله الصغاريت في كل دار. عندي اليوم وليد يعدي في معهد المهندس سليم، نتمنى له النجاح ونتمنى النجاح لكل تلامذتنا إن شاء الله. هذا الثالث صغير عندي في الباك، كما جميع الأمهات والآباء نهار الأول الباك دونك نعيشوا ستريس، نعيشوا ضغط الخوف على صغارنا، الحرص على عدم اصطحاب الهاتف الجوال هذيك أهم حاجة نأكدوا عليها. ربي معاهم، ربي ينجح صغيرات الكل، ان شاء الله تتم السنه الامتحانات في ظروف طيبه. الحمد لله يا ربي، هو ما انت قام بواجبه، نحس به قام باللي عليه، ما ثم خوف ثم تراك، وعلى ربي ان شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل يا ربي، ما ثمش حاجه دو سبيسيال. احنا من البعيد ماديا معنويا، اما باش نكون حاضره في كل لحظه ونستريسي لا، ماذا بيك الصغير تحطه وحده على ريحته، حاجة ما توصفش يا ربي. إن شاء الله كل أم ربي تعامها بصغيرة تعيش اللحظة هذه، فرحة مش نورمال قالوا لي عليها قبل، وباللي يقولوا مش كيما تعيشها أنت، حاجة أخرى إن شاء الله تتكلل بالنجاح يا ربي. شعور ما يتوصفش الباك، رغم أنه نحاول نظهروا لصغيراتنا أنه عام عادي، لا هو مش عادي حتى طرف، وإن شاء الله ربي يوفقهم صغيراتنا الكل، رهبت وحدها الباك وفرحت وحدها، وإن شاء الله مكللة يا ربي بالنجاح والتوفيق يا ربي.